ما يكفيش العمل الميداني، ولكن كيف عبر الاقطاب الموضوعيه نتاعنا مؤثر، وذاك علاش مع اتحاد الشغل والشركاء في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس اقترحنا مشروع قانون، قمنا بحمله المناصره. عنا المكسب اليوم في تونس من 2020 عنا قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولكن كيف كما العاده في القوانين الكل النصوص الترتيبيه ما زالت في العمل، ونستناو ونسعى معا حتى تكون في اقرب وقت موجوده، على خاطر احنا كمجتمع مدني ما نعوضوش الدوله، ولكن نتعامل معا حتى يكون فما نتائج ايجابيه للمواطنين والمواطنات الكل. الملف التقني جاهز، عندنا فريق تونسي رفيع المستوى متكون من السيدة وزيرة المالية، السيد وزير الاقتصاد، السيد محافظ البنك المركزي، ووفد ممثل عن كوادر الإدارة التونسية التي اشتغلت على برنامج الإصلاحات الكبرى اللي هو الأساس في التفاوض مع صندوق النقد الدولي. إن شاء الله الأسبوع القادم باش يتحولوا إلى مقر صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله هذا الوفد باش يوضع الجلسة التقنية تقريبا الأخيرة مع الفريق التقني لصندوق النقد الدولي، باش نوصلوا ان شاء الله للمرحله الاولى اللي هي ستاف ليفل اجريمنت، اللي بعده هو ان شاء الله يصادق مجلس الاداره على توقيع الاتفاق مع تونس باذن الله. هي خدمنا بهم، لا بالعكس، احنا نقدروا عاليا المجهود اللي بذلوه، ونقدروا عاليا التضحيات الكبيره اللي عاملينها المعلمين والاساتذه النواب اليوم في تونس، ولا بد من الاقرار انه عاشوا ويعيشوا ظروف صعيبه برشا، لانه حتى في خلاصهم ثم ديما تأخير يصير في خلاص، دونك يصير صحيح أما يخلصوا، لكن لابد من نظر المستقبل، وإن شاء الله نشوفوا آلية أنهم يوليوا يخلصوا بصفة معناتها مستمرة. جهنا العديد من الرسائل، ولن نتوقف على توجيه الرسائل والحث من أجل مواجهة هذه الظاهرة الغير مسبوقة في علاقة بندرة المواد الأساسية من ناحية، ومن ارتفاع معناها عديد المواد الاستهلاكية، هو ما أضر بقوت التونسيين وبقدرة القدرة الشرائية لمختلف العائلات التونسية بمختلف مكوناتها وتموقعاتها الاجتماعية. طبعا نحن نعتقد أن الاحتكار ومسالك التوزيع الملتوية وتواجد عديد الوسائط لنقل البضاعة والمنتوج من المنتج إلى المستهلك، هذه كل عوامل من شأنها أن تضاعف من قيمة البضاعة لتصل بأسعار مرتفعة للمستهلكين، ولكن أيضا هناك عوامل أخرى حقيقية ولا بد من طرحها، ولا بد من مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع، وأنه نعيش في فترة معناها متاع أزمة مالية، وهناك صعوبات كبيرة تواجهها الحكومة والدولة في تأمين عديد البضائع المستوردة الأساسية كالسكر كالزيت النباتي وما إلى ذلك، وهذا لابد من نواجه الحقيقة ولاتخاذ التدابير الحقيقية والضرورية للتخفيف من وطأة هذه الصعوبات على عموم التونسيين والتونسيات. نحن نفعل ذلك من منطلق إيماننا وقناعتنا بأن الهروب من التعامل مع الأزمة في عمقها وفي أبعادها الحقيقية هذا ما يحلش الإشكال، بل بالعكس من شأنه أن يزيد يعمق الأزمة، وبالتالي الإجراءات التي يجب أن تتخذ هي مطلوب اتخاذها اليوم قبل الغد، ومن ضمن هذه الإجراءات نعم لمحاربة الفساد، وهذه مسألة معناها مبدئية ولا خلاف في شأنها، نعم لمحاربة الاحتكار، وهذه مسألة معناها متفق في شأنها وليس موضع خلاف،
ولكن أيضا الخلاف والاختلاف يكمن في الطرق الحقيقية والوسائل الحقيقية التي تؤدي إلى تحقيق النتائج في هذه الحروب التي تشن على الفساد وعلى الاحتكار وعلى الوسائط الغير المشروعة وعلى طريقة التعامل مع اقتصاد الريع.